السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعين في قناة ماغي في ديزاد. وصفتنا لها اليوم راح تكون على البريوش. قبل ما نبدأ الفيديو وفي المقادير وطريقة التحضير، أتمنى لكم الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك لأول تابعني على الفيديو للقناة. نتمنى لو الاشتراك وبارتجوا مع أحبابكم وأصحابكم. يلا نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. راح نحتاج المقادير: كأس من الحليب يكون دافئ، راح نحتاج ملعقتين كبار تاع الخميرة تاع الخبز، وثلاثة معالق كبار تاع السكر، اللي يحب يضيف أكثر 4 معالق ولا 5، يحبها السكر شوية حلو. وهذه حبة تاع بيض، وملعقة صغيرة تاع الملح والفارينة. راح نبدو الخلطة. راح نحتاج إلى كأس حليب يكون دافئ، اثنان معالق كبار خميرة تاع الخبز، وثلاثة معالق تاع السكر كبار، واللي يحب يضيف أكثر حتى 5 معالق أو 6، يحبها حلوة شوية 6 معالق. أنا اكتفيت 3 معالق فقط. بيضة كاملة. خلط المكونات جيدا. بعد ما خلطت المكونات جيدا، هنا راح نضيف نصف كأس تاع الزيت، وراح نضيف ملعقة تاع الملح صغيرة، والسر في راح نضيف ملعقة تاع كريم شانتيي، ونديرو البودرة هذي، بودرة تاع الشونتيي، ونديرو كريم شونتيي. راح ندير حوالي ملعقتين كبار تاع البودرة، تعطي بنة البريوش. راح نحركو جيدا. المرحلة راح نضيف الدقيق، راح نضيف الدقيق تدريجيا. خلط الدقيق خطرة الأولى، نديرو بلا فوي، وبعد نديرو باستعمال اليد تاعنا. نضيف الدقيق، ما راح نستعمل يديا. بسم الله.
حتى تلملنا العجينة. هذه المرحلة راح نحط نحي هذا العجين مع باللمدة مليح، راح نديره في سطح العمل. راح نديره في سطح العمل هنايا، نعجن لمدة 5 دقائق تعجنيه. كان عندك تحب ديري البيتخان العجانة، ديري 3 دقائق فقط عجنيها العجينة. هنا رجع في إناء، نغطيه ببابي فيلم ونخليه حتى يضعف الحجم بتاعه. هنا راح نحي الغطاء البلاستيكي، راح ننزل غطاء. هاشتك شو ضعف الحجم بتاعها. هنا راح نرش السطح العمل بالدقيق، راح نهبط العجينة نقسمها إلى دوائر، نقسمها على 2 بالسكين أو متساوية. ديرو تكون أحجام متساوية. راح نديرها إلى دوائر متساوية على هذا الحجم. هني راح نديرها 102 غرام. ها هي نجتني هذه، درتهم مع بعضهم هكا، جاتني تقريبا 15 حبة. قطعت لي حبة صغيرة نديرها بعد نطيبها، خليها نغطيها وخليها تضاعف الحجم تاعها. هنا بعد ما كملت معانا راح درت ملعقة كبيرة تاع الحليب وأصفر البيضة، ودرت ملعقة صغيرة تاع النسكافيه، نضربوهم مليح. تذوب هذيك النسكافيه. هنا نمسح الوجه تاعها بالعقل من هاو باش نهبطو الخامي، نديروها بالعقل باش ما تهبطلناش العجينة. نمسحو بالعقل هكا، هنا راح ندخلها على الفرن 180 درجة، خليها تطيب بالعقل لحنا من تحت الفوق، ما نقويش ياسر، ما نديرهاش 220 درجة، ديرها 180 باش تطيب لنا مليح. هاي وصفتنا، وجدناها وصفة نهار اليوم. هاوريكم حبة كيفاش جات، جات طرية محشيشة. هذا هو نهار الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسوا تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر اللايك. نقولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.